ايوا تلالا مولاتي، اليوم غادي نتواصلوا مع ام عثمان من ايتم اللول ونتعرفوا جميع على اهم الشيوات والاقتراحات اللي غادي توجد لنا اليوم. صباح الخير ام عثمان. صباح النور لاله سناء. لاباس عليك؟ صبحتي الحمد لله، بارك الله فيك. كلشي مزيان؟ كلشي على خير، مرحبا وسلامك. الحمد لله على السلامه. الله يبارك فيك، شكرا. نتمنى تكوني على خير والحمد لله على سلامتك. الله يبارك فيك، شكرا لك بزاف. اولا تحيه ليك وتحيه الاخت سميحه مستقبلات المكالمات، وتحيه لكل طاقم ميد راديو، وكان نحييهم في الصباح. الله يبارك فيك، مرحبا بسلامك يوصل، شكرا. بارك الله فيك، ندوزو على بركه الله. نبداو على بركه الله. عندي واحد كيكه بسميده والكريم باتيسير. واخا. فيها ثلاثه البيضات. كاس سنيده. كاس زيت. واخا. كاس كوك. إيه. واحد ياغورت فاني، ثلاثة الكيسان ديال السميدة رقيقة، واحد الخمارة. كتعبري بالكاس ديال الياغورت ولا ديال العنبة؟ لا دابا السميد الكاس سنيدة والزيت والكوك. إيه. الكاس ديال العنبة. واخا. السميدة بالعبار ديال ياغورت، كاس ديال ياغورت، الكاس ديال ياغورت. واخا. اول حاجه قبل ما نبداو الكيكه غنوجدو نحضروا الكريم باتيسير، وانا كنفضل الكريم باتيسير نحضروه احسن من الكريم باتيسير هذيك الغبره اللي كتكون واجهه، كتختلف في البنه ديالها صراحه. المذاق ولا حتى فاش كتحضري ديك لاباره ديال الكريم باتيسير كتكون الخدمه ديالها كتكون احسن. واخا. الكريم باتيسير كما قلت لك كنحضروها هي الاولى، فيها ثلاثه اصفار البيض. وفيها ثلاثه المعالق كبار سنيده، وثلاثه المعالق كبار ديال النشا، واحد فاني. كنضربوا كل شيء هذا الشيء بالضراب، وكنديروا نص سيترو ديال الحليب. المهم راه السيدات تقريبا كلهم عارفين كيفاش يحضروا الكريم باتيسير، هذا غير للتذكير للمبتدئات. وكندير واحد نص سيترو ديال الحليب كيسخن، ملي كيبدا كيسخن وحنا ضربنا ضربنا داك البيض مع السنيده، كنخويو على داك البيض وكنرجعو كلشي فوق النار. اييه نخويو حتى طلع لينا ديك الكريم باتيسير، كنحطوها غير تبدا الغليه، ما نخليوهاش تغلى بزاف. اييه غير تبدا تغلى، ديك تبدا ديك الفقاعات كيطلعوا صافي، نحيدوهم فوق النار. كنديروا واحد الطريف ديال الزبده فوق منها وكنخليوها تبرد، عاد نمشيو نوجدوا نحضروا هاد الكيكه. ديك الطريف الزبده باش ما ديش لنا القشره الفوق، باش ما ديش ديك القشيره، وباش تجي حتى في الخدمه ديالك كتجي سهله، كتولي كامله طبقه وحده، ما كتعجلش. واخا. دابا قلتي لنا نوجدوا الكريم باتيسير قبل، وعاد ديك الساعه نمشيو نخلطوا الكيكه. عاد نوجدوا نعاود باش نعاود. اييه الا سمحتي تفضلي. كاس البيضات وكاس السنيده وكاس الزيت وكاس كوك، هادو بعبار ديال كاس العنبه. وكاس ياغورت، ثلاثة الكيسان سميدة رقيقة، السميدة بالعبار ديال كاس ديال ياغورت، واحد الخمارة. واخا. الطريقة دابا الطريقة ملي كتوجد لينا هاد، ملي كنوجدو الخليط كنديرو في المول ديال تقريبا ديال 30 داك العادي. كنرشو بالزيت ولا بالزبدة وسميدة، كنديرو نص ديال الخليط، نصف الكمية ديال الخليط، نصف ديال الكمية ديال الخليط كنكبوه وكنحاولو نسرحوه. واخا هي راه كتبان لك كتجي بحال إلا قليلة، ولكن راه كتطلع. واخا. كنديرو النص ما نفوتوش، النص اللي كنخو وديك الكريم باتيسير عاود من الفوق وكنسرحوها، كنخويوها كلها. وعاد كنكملو النص الآخر ديال الخليط، كنديرو عاوتاني فوق الكريم باتيسير. صافي كنحاولوا، المهم كنوزعوا ديك الكيكه باش تجي كامله، باش تجي الكريم باتيسير. كما قطعنا كنلقاو كريم باتيسير في الفلوس. كندخلها للفرن على درجه 180 درجه مده ديال 35 دقيقه. ملي كطيب اما كنديروا جوج معالق ديال الناطاج مع واحد جوج معلقات ولا ثلاثه ديال الماء الزهر. وكنزينوها بالفيرميسيل، ولا كنديروا العصير ديال الليمون ونزينوه اما بالفيرميسال ولا باللوز ايفيلي، ولا على حساب كل سيده كيفاش بغات. اييه كل وحده تفنن على حسب الرغبه اللي بغات. اييه وكتجي زوينه وكتجي غزاله، وزعما ما نعاودش لك، راه عندي في صفحه فيسبوك. واخا.
راني زعما كدرتها وعاودت عاود زعما مجربه حتى المستمعات ان شاء الله غادي يجربوها. لا كتجي غزاله ورخيصه ماشي غاليه ما فيهاش بزاف القوام فيها غاليه ما فيهاش بزاف وكتجي حتى فسميتو كتجي زوينه. واخا الله يعطيك الصحه. هذه بالنسبه للكيكه ديال سميده بالكريم باتيسير. شنو الاقتراح تاعك؟ الله يخليك اختي سناء دابا السيده نعيمه ام عصام وكانوا وجه لها تحيه كبيره وشي صديقات ديالها طلبوا مني نعاود ديك الكنافه. ايه ديك اللي فيها الجبن. ايه واخا دابا نص كيلو ديال الكنافه. ايه 125 غرام زبده مذوبه معلقه سنيده كبيره جوج علب ديال الجبن داك الجبن اللي كيدير ما بين 11 درهم تقريبا. القطر فيه جوج كيسان ديال سنيده كاس ديال الماء جوج باديانات جوج عواد القرفه جوج حبات الهيل نص كاس ديال ماء الزهر. الكنافه كنجيبوها كنحاولوا نحلوها بديك الزبده وكان بحال الا كنقطعوها كتحل كلها. ملي كنحلوها كنقسموها على جوج كنديروها في النص كنديرو هذه راه كدار تقريبا في المول داك ديال الفران داك الدائر ولا داك الا باش تجي كتجي شويه رقيقه الا بغات تجي شويه غليظه المول اللي قل منه شويه تقريبا ديال 40 هكاك. كندهن شويه ديال الزبده. ايه المول هو الاول كنديروا نص ديال الكنافه. كنصفوها وكنضغطوا بحال الا كنقرصوا في شي خبزه كنقرصوا مزيان كندير داك الحلو داك الجبن كنفتتو كامل فسميتو كنحاولو كدوزي عليه بيدك بحال الا كدوزي واحد الطبقه باش تجي مزعه كامله بلا ما نوصلو للجناب هنا هادي بلا ما نوصلو للجناب. ايه كنديرو النص الاخر وكان بعد رشينا بالسنيده وكلشي كنديرو النص الاخر ديال الكنافه. شنو هي اللي رشينا بالسنيده؟ الكنافه في الاول رشينا هاد الزبده ومعلقه ديال سنيده. واخا معلقه سنيده معلقه ديال سنيده والزبده مدوره وحنا كنحلو فيها وحنا كنحلو كنقطعيها باش تجي مقطعه وتجي محلوله وتجي تدخل ليها الزبده تدخل هذيك السنيده غير باش كتعطي غير السنيده غير باش تعطيها شويه اللون. كنسرحو قلت لك النص الاول وكنضغطو نضغطو عليها مزيان بحال الا قلت لك كنقرصو وكنضغطو مزيان بحال الا كنقرصو شي خزه. وكنديرو الجبن ونديروا النص الاخر ديال الكنافه. اي نص الكميه اللي بقات ديال الكنافه وداك الجبن ما يوصلش للجناب. كندخلوها للفرن ملي كطيب كنكونوا وجدنا القطر. القطر فيه جوج كيسان سنيده كاس ماء جوج باديانات جوج عواد القرفه جوج حبات الهيل نص كاس ديال ماء الزهر. يا اما الا كانت الكنافه خرجنا سخونه خاص يكون القطر بارد وإلا كانت هي بارده خاص يكون المهم واحد بارد واحد واحد سخون فعلا. واخا صافي كنسقيوها بها وكنزينوها اما بيستاش ولا اللوز محمر ومهرمش المهم على حسب راه حتى هي كاينه عندي في لاباج فيسبوك ديالي. اي الله يعطيك الصحه فعلا هذه كانوا طلبوها بزاف المستمعات مزيان ذكرتينا بها. اتصلوا بيا وعطيتهم شي سيدات عطيتهم ولكن قالوا لي طلبوا مني قالوا لي باش نعاودها في البرنامج ان شاء الله. دير اختي سناء واحد الفيطلات بالخضره. هذا انا غنعطيك واحد الوجبه ديال الغداء ما فيها لا لحم لا حوت لا دجاج لا والو. واخا بالخضره. غير بالخضره. عندنا لالا الفيطلات بالخضره. فيها جوج جزر محكوك كنحكوه طويل. جوج كورجيطات كنحكوهم طوال. اييه جوج قرعات خضرين. اييه ثلاثه الرؤوس ديال البرو. اييه واحد الربع حبه ديال الملفوف. ايه ده الكرومب. من الربع حتى فوتي كاع ماشي مشكل. هاد الخضره بحال دابا الكورجيت وهاد الملفوف الا حطيناهم للدراري ياكلوك ما كياكلوهمش. ايه فعلا كيكونوا محكوكين. درنا لهم هاد الطريقه كياكلوهم. انا جربه من ولادي زعما ما نعاودش كيحماقوا عليهم. ولالا كاينه واحد عندنا واحد العلبه ديال الشعريه الصينيه وعندنا واحد العلبه ديال الفطر مقطعه حتى هي شويه ديال المعدنوس وفي الاخر كنزيد واحد ثلاثه من ثلاثه حتى لاربعه المعالق ديال صوص الصوجا والملح والبزار هذوك راه باينين مع وريقه ديك الصيله. دابا الطريقه كتسمعيني لالا سنة؟ كنصنت لك وكنسجلو معاك تفضلي. دابا كنحكو الجزار الكورجيت داك البرو كنقطعو رقيق
الملفوف كلشي كنحكوهم وكنخرجهم في الحكاكه طوال. كنشحروا داك البرو مع شويه ديال الزيت هو الاول، كنشحروه هو الاول واحد جوج دقائق كنلفو كنرميو الجزر في توكيل شويه طيب، كنزيدو عليه داك الملفوف كنزيدو الكورجيت اخر المطاف كنزيدو المعدنوس حتى كنطفو البوطه ايه عاد كنزيدو داك المعدنوس كتكون عندنا موجوده ديك الشعريه الصينيه مقطعه مسقطره ومقطعه كنزيدوها حتى هي وديك العلبه ديال الخطر مقطعه حتى هي ايه عاد كنزيد كنديرو الملح والابزار هما الاخرين كيعطيو النسمه وكيعطيو اللذه وكتجي كتبقى النسمه ديالهم زوينه كنديرو شويه الملح شويه الابزار وحتى ثلاثه حتى لاربعه المعالق ديال صوص الصوجا ايه ملي كنخلطو كلشي هادشي كنزيدو واحد 150 غرام ديال الجبن محكوك 150 غرام ديال الجبن محكوك هاد الجبن فيه موتزاريلا فيه الموتزاريلا والجبن الاحمر كنشدو دوك الفيطلات دوك الوريقات كان راه كاينه حتى هي عندي في لاباج فيسبوك كنديرو على شكل كنحطو في الوسط وكنديرو بحال شكل ديال السريره اييه وكنلويها كتجي بحال شكل ورده وكندوك الجناب ملي كيتلو ملي كنلويها كيجيو دوك الجنيبات كنعاود نجمعهم لتحت كتجي على شكل وريضه واخا كندهنهم شويه كلهم كندهنهم شويه ديال البيض وندخلهم الفرن واحد شويه كيتحمروا وكنخرجهم كنفرش واحد الفريش ديال الخس وشويه ديال لي طوماط سوغيز وها واحد الوجبه بعدا وجدناها اييه كيف ما قلتي بسيتلات بالخضره يعني فيهم انواع ديال الخضره محكوكين ما تتبانش تيجي جديده في السلوك ما كتبانش مع ديك لاصوص الصوجه وديك كتعطيهم وداك الفرماج كيعطيهم واحد المذاق هائل ما كتعرفيش واش فيهم دجاج واش فيهم الحوت ما تتعرفيش شنو فيهم كاع كنرافقوا معاهم واحد الفلون ديال البطاطا هاد الفلون ديال البطاطا فيه كيلو ديال البطاطا محكوكه كنحكوها حتى هي دابا البطاطا هاد الطريقة كتجي غزالة أحسن من ديك البطاطا فريت وزيت وسميتو هادي كتجي وصحية وزوينة زعما كيبغيوها الوليدات فيها كيلو ديال البطاطا محكوكة كنحكوها كنخرجوها هي طويلة فيها اللصة ديال البيضات وفيها جوج علبات ديال لاكخيم فخاش ولا إما نديرو جوج علبات في مرة واحدة ولا علبة ديال لاكخيم فخاش مع كاس ديال العنبة ديال الحليب مفهوم يعني اما نديرو جوج علب ديال لاكريم فريش قشده طريه ولا باكيه وحده ديال القشده الطريه مع كاس ديال الحليب ديال العنبه ديال الحليب ديال العنبه اييه كنضربو الطريقه ديالها والملح والبزه وشويه ديال الكوزه حتى هي ما فيهاش عناصر بزاف ما فيهاش وما كتاخذش الوقت وكتجي زوينه كنحكو ديك البطاطا كنضربو بعدا داك البيض هو الاول 6 ديال البيضات كنضربوهم مزيان في واحد الاناء وكنزيدو عليهم ديك البطاطا محكوكه كيلو كامل محكوك محكوك طويل ماشي محكوك داك المفرشاش محكوك خارجه طويله يعني محكوك في الحكاكه اللي كتخرج دوك الطريفات هكا طوال شويه طوال اي ملي كنضيفو ديك البطاطا لداك البيض كنزيدو ديك القشده الطاريه كما قلت لك يا اما جوج علبات ديال لاكريم فريش ولا وحده حليب وحده قشده طاريه وكنزيدو شويه الملح شويه البزار شويه واحد القريصه ديال الكوزه مشكوكه وكنعمرهم في لي غامكه وكندخلهم الفران حتى كيتحمروا يعني ندير اييه واش يعني كتجيب بالنسبه ملي غنحكوها ديك البطاطا كتجي هكا مشوكه يعني مشنفه يعني هكا دوك الحكا ديال البطاطا كتجي غزاله دابا مع ديك لاكريم فخيش كتطيب ما كتعرفي دابا ديك البطاطا ما تتعرفي واش تحكات رقيقه واش يعني ما كنسلقوها ما والو يعني مباشره كنحكوها ما والو كتحك خضراء كتقصر وتحك خضراء زربيها اختي سناء وديريها راه غزاله زعما راه كتجي رائعه بزاف صافي من بعد كندخلوها الفران طيب وتحمر اييه حتى كتحمر ملي كديريها في دوك لي غامكات كتحمر يعني المهم تحمر وكتنفخ راه كتنفخ شويه مع ديك لاكريم فريش كتزيد الفوليم ديالها كيزيد شويه واخا تبارك الله عليك للاسف مابقاش لنا الوقت ام عثمان غادي نكتفي غير بهذا القدر من الشيوات سمحتي بلا سناء الله يخليك واحد التحيه اييه على راس والعين تفضلي مرحبا اولا تنحييكم كاملين تنحيي لاله سناء سميحه كل طاقم ميد راديو
كنحيي الزوج ديالي، كنحيي العائله ديالي منهم الوالده ديالي الحاجه والوالد الله يطول في عمرهم، كنحيي الاخوان ديالي اختي فاطمه اللي في الدار البيضاء راه كتسمع ليا دابا، وعائله الراني كلها في الدار البيضاء، وكاع صحاباتي وكاع اللي كيعرف صالحه ام عثمان بايت ملول. وشكرا لكم. العفو، حنا اللي كنشكرك على تواصلك.